في مطلع العام الدراسي الجاري يعني في سبتمبر اللي فات كده، طلع علينا أحد المسؤولين في وزارة التعليم العالي وقرر التحول إلى ما يسمى الرقمنة أو التحول الرقمي في التعليم العالي. ده يعني إن احنا شوية شوية هنستغنى عن الورق وعن الكتب، وهنعمل الامتحانات إلكتروني والكتب إلكتروني. هيكلف البلد قد إيه؟ التعليم العالي 11 مليار جنيه. تكلفة تطوير منظومة التحول الرقمي ده حسب ما جه في كلام الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، وقال ان كل الجامعات في البلد خلال فترة 5 سنوات هتتحول للنظام الرقمي. انا لما بسمع كلمة النظام الرقمي على طول بتحسس جيوبي، تحسس مسدسي زي ما بيقولوا. ليه؟ شفنا التحول الرقمي في وزارة الصحة، المواطن ممكن يموت على ما يجي اسمه على السيستم او في الكشف. شفنا فضيحة التحول الرقمي في وزارة التعليم، الطلبة راحوا يمتحنوا وما لقوش السيستم والامتحان ما جاش والسيستم وقع. شفنا التحول الرقمي في وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات ورخص العربيات ومشاكل اكتر من الشغل اللي بيتقدم للمواطن. ام جامعة سوهاج قالت بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنبدأ واحنا اول جامعة تتحول كليا لما يسمى النظام الرقمي في التعامل. جامعة سوهاج تتجه للتحول الرقمي عبر منصة اسمها زاد، وده كان في سبتمبر اللي قبل اللي فات من خلال تقديم مقررات الدراسة اونلاين. بدأت بمقررات الدراسة عن طريق هذه المنصة المملوكة لجامعة سوهاج. بالمناسبة انا مع التحول الرقمي جدا، لكن قبل ما تعمل تحول رقمي لابد تسأل نفسك، هل البنية التكنولوجية في البلد تستوعب هذا التحول الرقمي؟ هل الجامعات مستعدة بسيستم ونظام وأجهزة وخبرة يقدروا يحلوا المشاكل، ولا هتتحول رقميا وبعد كده تلبس في الحيط وانت واقف مش فاهم ايه اللي بيحصل؟ خلال منصة زاد التعليمية جامعة سوهاج تبحث تفعيل الكتاب الإلكتروني، ودي كانت الخطوة الثانية. أول خطوة عملوا ما يسمى بالمناهج الاونلاين، وبعد كده رفعوا الكتب، بقى الكتب كلها الكترونيا وموجوده على المنصه المملوكه لجامعه سوهاج. وزاره التعليم العالي طبعا كانت بتتابع بنفسها وتشرف، وزاره التعليم تتابع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جامعه سوهاج. الراجل رئيس الجامعه الدكتور مصطفى عبد الخالق وبنفسه شهد قبل فتره قريبه قبل بدايه هذا العام الدراسي ما يسمى بفعاليات التحول الرقمي، وقعد وفتح الجهاز وبص على اللي شغالين وبص على العمال، وقال لك رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات دورة إدارة الخدمات الإلكترونية لشؤون الطلاب. ده كان في أبريل اللي فات الخبر اللي قدام حضراتكم. طيب التحول الرقمي في جامعة سوهاج هيتم على 3 مراحل. المرحلة الأولى هتكلف البلد حوالي 14 مليون جنيه. الخبر بيقول بتكلفة 14 مليون جنيه افتتاح المرحلة الأولى لمركز المعلومات والبيانات في جامعة سوهاج. المهم اشتغلنا وقال لك جامعة سوهاج فيها 12 كلية، عدد الطلبة اللي موجودين أو مقيدين حوالي 65 ألف طالب، والنهاردة الكل فرحان ومزقطط بسبب التحول الرقمي. قوم بدأت الامتحانات. امبارح بدأ ما يسمى بامتحانات أعمال السنة أو الربع ترم أو بيسموها الميد ترم، وكالعادة التحول الرقمي في جامعة سوهاج 64 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات أعمال السنة إلكترونيا. نيجي بقى للسؤال اللي سألناه، هل لدى جامعة سوهاج، هل لدى محافظة سوهاج سيستم أو نظام يسع ل 64 ألف طالب بيمتحنوا في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة من نفس اليوم امتحانات السنة؟ الإجابة على طول تأتي من كلية الطب البشري، وأول أيام الامتحان الطلاب اشتكوا من سقوط منصة زاد الخاصة بالامتحانات. ده بيفكرنا بإيه؟ فكرنا باللي حصل في امتحانات السنة اللي فاتت في الثانوية، امتحانات اللي قبلها، امتحانات السنة اللي قبلها تانية ثانوي، امتحانات أولى ثانوي السيستم وقع، تانية ثانوي السيستم وقع، امتحانات أيضا طب النهاردة في أول اختبار للتحول الرقمي في التعليم العالي، منصة زاد ما جاتش. طالب نجح والمنصة سقطت، طلبة رايحين يحلوا
لقوا الامتحان مش موجود زي ما حضرتك شايف كده، الصفحة دي معمول لها بلوك أو صفحة مش موجودة، افتح يا صفحة ما بتفتحش، حمل يا امتحان ما بيحملش، واللي فتح عنده الامتحان تقيل جدا محتاج فوق وقته 4-5 ساعات. بعض من تعليقات طلبة عثمان بيقول كان عليا 5 امتحانات ما عرفتش امتحن منهم واحد حتى. سيد بيقول بلد متقدمة في كل حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل. عماد طالما انتم مش قد الالكتروني خليكم في الورقي. ده منطق برضو. اما احمد فبيقول هو مش طب بس وحياتك، دي الجامعة كلها كانت واقعة النهاردة. اما بولا نشأت فبيقول لغاية دلوقتي مش راضي يفتح معايا، ده الامتحان اللي حاول الطلبة يتعاملوا معاه بعد وعود من وزارة التعليم العالي ووعود من الجامعة. الحمد لله جامعة سوهاج كانت على قدر المسؤولية وطلعت واعترفت بالخطأ واعترفت بالفضيحة اللي حصلت امبارح في أول الامتحانات. أبنائنا الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لوحظ سقوط المنصة نظرا لكثافة الدخول من الطلاب عليها مرة واحدة، الأمر الذي تابعته إدارة نظم المعلومات بالجامعة باهتمام بالغ وقامت برفع الأمر لسعادة الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، وبدوره رفعه لمعالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، واللي عملوا لجنة وشكلوا فريق ودرسوا الوضع وعملوا خطة فورية للحفاظ على سيولة العمل، ومع وعد بمنح الوقت الكافي لأبنائنا اللي معرفوش يوصلوا للامتحانات. تابعونا على المنصة والله الموفق والمستعان، إدارة نظم المعلومات بالجامعة. حتى بحسبهم هيعترفوا بالخطأ ده، قال لك السبب هو دخول الطلبة مرة واحدة، يعني الطالب هو اللي غلطان. طب ما هو الطالب عنده وقت، طالب عايز يحل الامتحان في الوقت المخصص ليه، فلازم الطالب يخش في وقت واحد. طب انت عارف ان عدد الطلبة عندك 64 او 65 الف طالب، المفروض عامل حسابك البورتس او اللي هم بيسموه الترافيك الالكتروني بتاعك المفروض يستوعب هذا العدد وضعفه كمان، يعني عشان تعمل حسابك، لكن انت مش عامل حسابك كالعادة، وبتحصل المشكلة كالعادة وبتطلع تعالج كالعادة بعد خراب مالطة وبعد الفاس ما تقع في الراس. احنا بنتابع الموضوع اكتشفنا ان دي مش اول مرة تحصل المشكلة، حصلت قبل كده في كلية الطب امتحان سنة اولى السنة اللي فاتت، واللي كان فضيحة بقى بكل المقاييس، دفعة لم ينجح احد، لاول مرة في تاريخ الجامعات المصرية دفعة يسقط منها نصها بسبب الامتحانات الالكتروني. مفاجأة تحدث لاول مرة، رسوب جماعي بين طلاب كلية الطب في سوهاج. واحد المصادر وضح، مصدر اللي كالعادة ذكر أو رفض ذكر اسمه، قال إن الدفعة فيها 671 طالب سقط منهم 229 طالب. تخيل طلب الطب اللي هم صفوة المجتمع ومتفوقي الثانوية العامة واللي درجاتهم فوق 90% واللي كلهم جهابذة عباقرة بتوع مذاكرة، يسقط سوهاج السنة اللي فاتت. فضيحة في جامعة سوهاج السنة دي، دفعنا مليارات، 11 مليار جنيه للتحول الرقمي في التعليم العالي، وما زالت الفضائح تطارد ما يسمى بالسيستم أو النظام الإلكتروني أو التحول الرقمي. ما انتش قد التحول ما تتحولش، ما انتش قد الإلكتروني خليك بكرامتك وخليك بسمعتك واعمل الامتحانات ورقي. لكن النهاردة ما تدفعش الطلبة وأولياء الأمور وتدفع أولادنا مسؤولية أخطائك، وما تجيش بعد الطالب ما اتحرق دمه وفضل على اعصابه واعصاب اسرته ساعتين وثلاثه من غير امتحان تيجي تقول لهم معلش انا مش عامل حسابي. ازاي مش عامل حسابك وانت بتجرب السيستم من السنه اللي فاتت؟ فين بقى وزاره التعليم بتتابع؟ فين ورئيس الجامعه كان بيتابع؟ انا شفت متابعه رئيس الجامعه، فتح الجهاز وقفله، تحس حتى ان الراجل رئيس الجامعه ملوش فيها، انت فتحت الجهاز وقفلته. هل ده متابعة للمنصة؟ هل كون المنصة شغالة تستوعب 65 أو 64 ألف طالب؟ ده اختبار جاوب عنه النهاردة التجربة وقالت لأ احنا ما زلنا غير مستعدين للتحول الرقمي. شفنا ده في التعليم العالي، شفنا ده في الصحة،
شفناه كمان في الأحوال المدنية ووزارة الداخلية. فاصل ونكمل.